حصاد الجنوب، أهلا بكم. فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية عقبة ملعاء الرابطة بين مديريتي حريب والجوبة في محافظة مأرب اليمنية، وقامت ميليشيات الحوثي بتفجير الطريق بالعبوات الناسفة التي زرعتها في جسور وعبارات الطريق العليا والسفلى والتي تربط مديريتي حريب بالجوبة بمحافظة مأرب، وذلك في محاولة لمنع تقدم قوات العمالقة الجنوبية الزاحفة نحو مركز مديرية العبدية. أقرت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام إغلاق المنافذ إلى شركة بترو مسيلة بعد انتهاء مهلة يومين لتحقيق المطالب الشعبية من أجل توفير حصة وادي حضرموت من مادة الديزل. اللجنة نوهت في بيان صادر عنها باعتزام اتحاد عمال النقابات بالمحافظة إيقاف العمل في المنشآت النفطية كمرحلة تصعيدية في حالة الإصرار على تعبئة الناقلة النفطية الرأسية في ميناء الضبة، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار في النقاط الشعبية. أغلقت الأجهزة الرقابية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليوم 7 من شركات الأدوية غير الملتزمة بالتسعير الجديدة للأصناف الدوائية. الأجهزة الرقابية طالبت شركات الأدوية المخالفة بالرجوع إلى هيئة الأدوية في ساحل حضرموت لاستكمال الإجراءات القانونية. ورياضياً، عمق فريق وحدة عدن المتوج سلفاً بلقب بطولة دوري عدن الممتاز جراح متذيل الترتيب الميناء بالفوز عليه بنتيجة عريضة استقرت عند 7 أهداف دون مقابل. الوحدة عزز بهذا الفوز موقعه في صدارة الترتيب قبل جولة واحدة من الختام برصيد 47 نقطة، في حين بقى الميناء متذيلاً للترتيب برصيد نقطة واحدة فقط من 17 مباراة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.